سدد مهدي خليل بمرحلة أولى، فراح يكون التهديد الجدي اللي أطلقه لبداية المباراة ويحوله إلى هدف أول للنجمة. الدقيقة 49 متبقي دقيقتين فقط من الوقت المحتسب بدل عن ضائع علي غزة، وحسن معتوق خلف الكرة، المعتوق مرة جديدة بمواجهة حائط الصد العهداوي، ومن خلفه طبعا الحارس مهدي خليل رح يلعب الكرة قوسية باتجاه الزاوية اليمنى، هل رح يسدد بقوة، هل رح يمدد لحد الزملاء، رائع شتا مهدي خليل الحرة، استسلم العشرة أمام الركلة الحرة، استسلم تماما أمام الكرة الرائعة جدا الحرة فعلا كانت مرة، خليني أقول على مهدي خليل لأن ما قدر يعمل لها أي شيء، كان مثله مثلنا بهالمباراة وبهاللقطة تحديدا بهالمباراة على هالركلة الحرة الرائعة، التلفون الرقم 10 يرفع له العشرة والعلامة الكاملة للمعتوق، وهدف التعادل للنجمة، ضيع الصعبة أو ضيع السهلة وسجل الصعبة.